السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم معي أخواتي. هذا النهار اللي غادي نهضر فيه على بالخصوص ديال عيد الأضحى، يعني ملي كتقرب، يعني ملي كيقرب العيد شحال من واحد اللي كيمرض في هاد المناسبة ديال هاد العيد. يعني هي ماشي غير مناسبة العيد، يعني عندك ديما فاش كتكون عندنا بحال هكا هاد المناسبات اللي كتكون عندنا عظيمة ويعني المناسبات الدينية، ديما تيكون عندنا بحال هكا بنادم تيمرض، يعني ما تيبقاش مركز، ما تيبقاش المهم كتف ديالو طايحين، المهم كيحس بواحد المرض اللي بحال كيتجدد ليه، داكشي بحال كيتجدد ليه. ديما فاش كتكون عندنا بحال هكا المناسبات الدينية تيكون عندنا بحال هكايا، ديما كيتجددوا لنا الاسحار، يعني اللي عنده شي سحر راه كيتجدد ليه في هذا الوقيته. فهذا مثلا عندك 27 ديال رمضان، وعندك العاشور، وعندك هكا عيد الميلود، يعني بحال هكايا هادو ديما كيكثر فيهم الاسحار، ديما كتكثر فيهم الاسحار، يعني حتى اللي كان عنده شي سحر اولا شي حاجه كيتجدد ليه فهاد الاسحار. المهم اخواتي، بحال دابا هذا العيد الكبير، يعني شحال من واحد اللي كيولي يعني صافي ما تيبقاش تيتوهن، ما تيبقاش قادر لا يدير حتى شي حاجه، ما قادر لا يمشي لا يجي لا يركز لا يفرح لا حتى شي حاجه، صافي كيموت، يعني راه السحر ديك الساعه كيتجدد ليه. هنا فين كيكونوا الشياطين، يعني هنا فين كيكونوا الشياطين، يعني فرحانين بانهم غادي يتجدد داك السحر اللي كان مديول داك بنادم في ديك الوقيته، يعني كي ضروري غادي يتجدد ليه في ديك الوقيته، يعني وكيكون عندهم الامر ساهل باش يعاودوا ثاني، يعني يعاودوا يعني ما يتفرقوش من هذاك الانسان اللي عنده السحر، ما يتفرقوش منه، المهم كيتجدد داك السحر وتبقاو هما ديما لاصقين في الجسد ديالو. ولا سيما خادم السحر كيكون ديك خادم السحر كيكون ديك الساعه نشيط، والمهم ضروري كيبقى في بنادم يعذبه ويمحنه وما يخليه ما يدير ليه، المهم انه ما يطلقش منه. دابا الاكثريه شحال من واحد دابا تيكون يعني بحال دابا مثلا هذاك السحر اللي مديور ليه تيكون مديور ليه في الدم، مثلا هكايا دم القربان او لا دم شي حاجه هكايا ديال الحيوانات، يعني اللي تسحرلو فيها، يعني فاش كيجي هكايا العيد عيد العيد عيد الاضحى، يعني كيكون ديك الساعه الدم، يعني كيكون ديك الساعه يعني قريب داك الدم، وهما في ديك الوقيته فين ديك الساعه في ديك الوقيته فين كيتجدد داك السحر، صافي عارفين ديك الوقيته هي فين غادي يتجدد داك السحر، يعني كيكون الشياطين فرحانين وكيكونوا نشيطين وتيكونوا يعني يعني مشادين في بنادم، ما باغينش يطلق منه، ما باغينش يخرجوا له من الجسد ديالو. وخادم السحر كيكون حتى هو ديك الساعه نشيط وما كيخليه ما يدير، ومهم باش ما يتفرقش من هذاك السيد، وتبقى بحال هكاياك. المهم كيتزاد تمريض على تمريض، ولكن بحال هكايا لا، الواحد كيخصو يعني يجري على راسو، المهم يحيد داكشي اللي عنده شحال هادي، يحيدو ويحسن راسو ويحسن وليداتو والمنزل ديالو، باش ما يبقاش هادشي يتكرر، يعني باش ما يبقاش هادشي كاع يتكرر. بحال دابا مثلا هذا العيد الكبير ها هو قرب، خصني انا نحسن راسي قبل ما يوصل، بحال دابا قبل ما يوصل النهار ديال العيد الكبير، يعني راه تما كاينات فين كيتجدد كل شيء، كيخصني انا نحسن راسي قبل. المهم غنعطيكم واحد التباخيره اخواتي، هذيك التباخيره غتبقاو ديروها في هاد الايامات ديال العيد، غديروها بحال دابا مثلا ديروها الاثنين، ديروها بحال دابا مثلا الخميس، ديروها بحال هكايا الجمعه، ديما هاد التفوسيخه ديما ندير هاد التفوسيخه حتى يلحق العيد الكبير، المهم ديما نديرها، ما نستغناش على راسي، وبحال هكايا ونطلق سوره البقره مع الصباح، نطلقها ونقرا القران ونحسن راسي ونحسن ولادي وندير هاد البخور، وباش حتى شي حاجه ما يعني باش حتى داك يعني داك اللي غادي يجدد ليا ما غادي تشد فيا حتى شي حاجه، انا غنكون حاسنه راسي لراسي وغنطلق الرقيه الشرعيه، المهم وانا غادي نحسن راسي لراسي، يعني بلا ما نتسنى عاد لحقاش عارفه بديك الوقيته انا كنكون مساليه ما قد ندير حتى شي حاجه، صافي كنموت، صافي انا غادي نحسن راسي قبل ما يوصل داك العيد، قبل ما يوصل داك بحال دابا مثلا اليوم عرفه وغدا غادي يكون العيد، ديك الوقيته فين كيكون بنادم مسهوت صافي ما كيقدرش يهز لا راس ولا رجلين، وتما المهم حنا نحسنوا راسنا قبل على ما يوصل داك العيد، ان شاء الله نكونوا ديك الساعه ان شاء الله راه حنايا ما بقات عندنا حتى شي حاجه. المهم اخواتي، الاعشاب اللي غادي نقول لكم هي هذه، انا غنوريها لكم، وهذه غادي تبقاو تبخروا بها ديروها حتى في ديوركم. عندي هنايا هكايا، عندي هنايا هذا العرعار،
هذا الشانوج، هذا الشانوج، هذا العرعار، هذه الشبه، هذا خلاص، هذا الفاسوخ الابيض، واخا رزق ليا فيه شويه ديال العرعار ماشي مشكل. وعندي هنايا الجاوي، عندي هنا الجاوي، هنايا شنو اللي ناقصني؟ ناقصني غير القزبر حبوب، ما عندي شيء، انا عندي غير المدقوق ما عنديش حبوب، ناقص غير القزبر حبوب هو اللي ناقص ليا. المهم هكايا هوايا هذه، المهم هذه هي التفوسيخه، العرعار، الشانوج او ولا المهم الشانوج بحال هكايا، هنايا هنايا المهم هذا العرعار، هذا الشانوج، هذه الشبه، هذا الفاسوخ الابيض، وهذا خلاص الجاوي، هو هذا الجاوي، هو هذا صافي. هذه هي انا شنو اللي ناقصني هنايا؟ ناقصني غير القزبر حبوب هو اللي ناقصني هنايا في هذه الطباخيره. المهم هذه هي كلها غادي نجمعوها وغنبقاو، المهم غادي نبقاو نبخروا بها الدار ديالنا، ونبخروا بها راسنا، ونبخروا بها وليداتنا، ونقراو هذوك ايات ابطال السحر. المهم بحال دابا مثلا انا بغيت، بحال دابا مثلا بغيت انا نبخر، غادي لحقاش دابا راه ما بقى والو للعيد، يعني اللي غادي يبقى يتبخر يتبخر، دابا نيت ما حد العيد باقي ما قربش. المهم انا فاش غادي نبدا نكون ديك الساعه مضيه، ديما غنكون مضيه صافي. الا بغيت ندير شي حاجه غادي نكون مضيه صافي. ملي غادي نبقى، ملي غادي نهز بحال هكايا مثلا ونحط بحال هكايا في المجمر صافي، غادي نقرا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين، بحال هكايا وبحال هكايا نزيد هذيك بعدا كان عندي هكايا ونفت فيها بحال هكايا، وعاد ديك ونعاود نكمل عاوتاني وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هاد دابا جوج ديال الايات ديال ابطال السحر. قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين، هذا الاول بحال هكايا ونفت في هذيك فديك تبخيرة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نقولها ثلاثة ديال المرات وأنا كنقرأ بحال هكايا هاد آيات، هاد الآيتين إبطال السحر صافي. غادي نقراهم هكايا على هداك، على هداك الأعشاب اللي عندي أنا صافي، غنقرا عليهم بحال هكايا، ومني غادي نسالي ديك الساعة صافي غادي نهز هكايا ونحطها ونبخر راسي. ما حدي كنبخر راسي، ولا بغيت نعاود نقرا ديك دوك الايتين نعاود نقراهم ماشي مشكل، نعاود ثاني نقراهم ماشي مشكل، نعاود نقراهم ماشي مشكل صافي. بحال هكايا ونخلي حتى ولادي يشموا ديك الريحه، ونخلي حتى راجلي يشم ديك الريحه، وتمشي ليا ديك الريحه حتى في الدار عندي، ماشي مشكل تمشي ليا حتى في الدار، ما عنديش مشكله صافي. بحال هكايا المهم هذه انا هذه قلتها لكم انا على اللي غادي تجدد ليه السحر، اللي عنده السحر وغادي تجدد ليه السحر. هذه يعني اللي غادي تجدد ليه السحر مثلا بداك الدم ولا بشي حاجه اخرى. المهم هاد الاعشاب هي اللي غادي ديروا ان شاء الله باش غادي، المهم باش غادي تحسنوا راسكم. وسوره البقره هذه ما نخطاوها شيء، نوضوا مع الصباح ونطلقوها ماشي مشكل، نطلقوها ونخليوها مطلقه حتى تسالي. وهذا المهم بحال هكايا وخلاص. الا بغينا بحال هكايا مثلا الرقيه، نديروا الرقيه حتى هي ونخليوها، ونخلي ديك الرقيه حتى هي تمشي. راكم عارفين الرقيه ديال السحر، المهم نديروا الرقيه ديال السحر بحال هكايا، ونخليها يعني تسمع ليا في الدار بحال هكايا وصافي. بحال هكايا ونحسن راسي ونحسن وليداتي. وكل صباح، وكل صباح منين بحال هكايا نصلي الفجر ما فيها باس، الا قريت سوره الفاتحه 7 ديال المرات، وقريت عاوتاني سورة الإخلاص، سورة الناس، سورة الفلق، هادو ديما نقراهم. هادو خلاص راه هادو راه تيحميوك من كل شيء، كل شيء كيحميوك منه. قالها يعني كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، هادوك راه كيحميوك من كل شيء، يعني كيحسنوك من كل شيء. ديما هادوك نقراهم في هاد الايام، ديما نقراهم يعني باش نحسن راسي، وداك الشيء ما يوصلش ليا ابدا، وما يتجدد ليش السحر ابدا صافي، ما يتجدد ليش السحر صافي، ونبقى بحال هكايا انا صافي. والمهم نحيد داكشي القديم ونحيد هادشي الجديد، والمهم نحيد داكشي القديم بعد تبخيره، غنحيد داكشي القديم. والمهم غادي حتى هادشي اللي عندي انا صافي، يعني ما غتوصلني حتى شي حاجه مع التحصين صافي. بحال هكايا مثلا، بحال دابا مثلا نهار العيد الكبير، نهار العيد الكبير نجمع كلشي اللي عندي كله، نجمعو الدم ديالي نسيقو في داري، يعني بلا ما نخرج نتلقى اولا نذبحها ولا شي حاجه، داك الدم هذا نكون موجوده نهار العيد الكبير، هذاك الشيء نحيدو. الكورده ما نلوحهاش حاشاكم في طارو ديال الزبل، هذيك الكورده ما نلوحهاش في طارو ديال الزبل، نخليها عندي في الدار،
نخليها عندي في الدار ماشي مشكل، خليها غادي تنفعكم هذيك الكورده. من بعد وانا غادي نقول لكم اشنو غادي ديروا بها هذيك الكورده، خليها ما تلوحها ما حتى شي حاجه، خليوها عندكم حتى من بعد وانا هذيك فيها، المهم فيها غير الاجر، ما فيها شي حاجه ديال تسميتو، فيها غير الاجر صافي. هذه ونجمع داك العظم ديال الكتف حتى هو ينهرسو، الى لحتو في الطارو ديال الزبل يكون مهرس صافي. الراس صافي منين نسالي داكشي نهرس داكشي كله ونلوحو صافي، هادشي كله نلوحو وماشي مشكل، ونديرو على الطاقان وماشي كله نهرسو ونديرو في الطارو ديال الزبل ونلوحو صافي، وما نخليش شي حاجه عندي هكايا اللي غادي يهزوها ليا ويديروا ليا شي حاجه عليها. دابا الاكثريه شنو كيديروا؟ الصحارى سحر التفريق، سحر التفريق هذا هو يا الصحراء اللي كيديروا. اشنو كيديروا؟ كيديروا سحر التفريق صافي. بغاو يفرقوا فلان على فلانه، بغاو يفرقوا فلان على فلانه، بغاو يفرقوا فلان على فلانه، بغاو يفرقوا على فلان على فلانه. علاش؟ ما نعرف والله، ما نعرف، ما فهمتش انا علاش، والله ما فهمت. المهم اخواتي، كنتمنى اخواتي يعني باش تحسنوا راسكم في هذا العيد الكبير، وباش تاخذوا الحذر ديالكم وبخروا بهذا الاعشاب اللي عطيتكم انا، وبخروا بها وقراوا ايات ابطال السحر. اللي عارفه راسها راه مسحوره وبلا ما يتجدد ليها داك الشيء، راه في العيد الكبير انا راه عارفه داك النهار راه تيكون بنادم حالته حاله ما قد لا يهز الراس ديالو، لا يهز الكتاب ديالو، لا يشقى، لا يدور هكا ولا يدور هكا، كون كيسيب يشد غير وساده ويتكا وينعس. انا والله العظيم اقسم لكم بالله العلي العظيم، عام الاول شتي وصلت 10 ديال الصباح، جيت وتخبط في الصاله هذيك نعستي، ما فقت حتى تفت العصر، اقسم بالله الا تفت العصر صافي طحت طيحه وحده، تفت العصر عاد فقت. اش غنقول لكم؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. المهم واحد يجري على راسه وما تخليوش شي يتزاد على شي يتزاد على شي حتى يولي تتولي والله يسر، ما انتوماش في سميتو، ما انتوماش في روسكم. المهم اخواتي جريوا على راسكم، والمهم هذه ديروها بالتنين بالخميس بالجمعه، يعني ما ترسوش منها، ديروها تبخروا وقراوا طرق سوره البقره، يعني باش تحسنوا راسكم وتحسنوا وليداتكم وتحسنوا كل شيء. كنتمنى اخواتي نكون فدتكم بهذا الموضوع اللي انا هضرت معاه اليوم. شكرا والى الملتقى ان شاء الله.